أعزائي المشاهدين، مرة أخرى أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم المفضل على قناة الحياة. معكم الدكتور خالد الشمري في المجلة السعودية. في مرة من المرات راح وفد من الكتبة والفريسيين من أورشليم. الكتبة هم اللي يكتبون الشريعة ويفسرونها، وهم بعد خبراء في الناموس. وأما الفريسيون فهم كانوا يعتبرون أنفسهم مفروزين عن الشعب لقداستهم، وكانوا يعلمون ويعظون، ولكنهم تمسكوا بحرفية الناموس في التفسير والتشدد. جاء هذا الوفد إلى السيد المسيح تبارك اسمه وقالوا: ليش تلاميذك يتعدون تقاليد الشيوخ وما يغسلون يدهم قبل الأكل؟ إنجيل متى الإصحاح 15 العدد الأول والثاني. وقد كان المعلم عند اليهود مسؤولا عن حياة تلاميذه ومعتقداتهم وسلوكهم، لكن الرب يسوع رد على سؤالهم بسؤال أهم وأخطر، قال لهم: ليش أنتم تتعدوا وصية الله بسبب تقليدكم؟ فإن كنتم تتهمون تلاميذي بعدم احترام التقاليد، فأنتم تتعدون الأهم من ذلك، أنتم تتعدون وصية الله، قوانين الله التي أمركم باتباعها. أعزائي المشاهدين، لقد كان اليهود يهتمون بالمظهر ويتركون الجوهر، اهتموا بالخارج الزائل وأهملوا الداخل، قلب الإنسان مصدر كل المشاعر والسلوكيات. وهنا أعلن السيد المسيح تبارك اسمه حقيقة خطيرة غيرت مسار التاريخ كله، حيث قال: ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم. أراد الرب يسوع أن يعلن أن الديانة الحقيقية هي ديانة القلب والجوهر والسلوك قبل الشكل الخارجي. إنما يخرج من الفم ينجس الإنسان، لأنه من جوات القلب يتكلم الفم، فمن القلب تصدر أفكار شريرة ضد الله، ضد الإنسان الآخر، مؤامرات، كراهية. كمان يطلع من القلب الأفعال الشريرة مثل القتل الذي قد يرتكبه الإنسان بسبب وجود حقد أو مرارة في القلب، كمان الزنا والفسق اللي قد يصدر عن القلب الشهواني غير الطاهر. لكن السرقة وشهادة الزور فهي بسبب الطمع والغيرة، وكلها مشاعر واتجاهات مصدرها القلب. لذلك فالإصلاح يبدأ من القلب. التغيير الحقيقي هو تغيير القلب، وهذا ما يثمر أعمال صالحة. لكن عندما نسوي أشياء زينة خوفا من العقاب أو طلبا للثواب، فإن هذا لا يعني أننا تغيرنا من الداخل، لأننا قد نكون لنا شكل الصلاح، بمعنى أننا نلبس ثياب التقوى والورع، ولكن القلب يمتلئ بالمرارة والغضب أو الطمع والغيرة. مثلا نجد حولنا ناس يصلون طول حياتهم ويطولون لحاهم وما يضيعون لا فرض ولا نافلة أو سنة، لكنه لا يزال سريع الغضب، يشتم ويضرب زوجته وأولاده، ونستغرب من هذا التناقض. لذلك يركز السيد المسيح على القلب، يطلب مننا فحص قلوبنا، وهذا هو مفتاح التغيير الحقيقي. وبدون محبة في قلوبنا مصدرها الله، مش ممكن أن تتغير قلوبنا، حيث أن الله هو مصدر المحبة الحقيقية المغيرة التي تنقي قلب من يطلبها. الله محبة، الله مصدر المحبة ومانحها. أعزائي المشاهدين، الدين الخالي من المحبة سرعان ما ينكشف عن قبحه، نجده يستعبد الإنسان بدعوة التدين والحفاظ على المظهر الديني، أو من خلال إدانة الآخرين، يعني توجيه اللوم لهم وتنسى نفسك، أو على الأقل ممارسة الشعائر أو العبادات وغيرها من المظاهر. ولكن هذه المظاهر لا تعني أن القلب يعيش في رضا وسلام وتصالح مع النفس ومع الله ومع الآخرين. لذلك عزيزي المشاهد، اقترب الله لنا في الشخص يسوع المسيح علشان يعلن لنا محبته، المحبة الوحيدة التي تستطيع أن تغير قلوبنا وتطهرنا. السيد المسيح الوحيد اللي عالج الخطية من جذورها، بحث في أعماق قلوبنا عن أسباب الخطية ليتعامل معها ويشفيها
وينقذنا من الموت في خطايانا. علشان كده حنا ما نحارب سلوكيات، ولكن نعالج دوافع مريضة وقلب يمتلئ بالمشاعر السلبية أو الشريرة. تعالوا نتشارك مع بعض بهذه الصلاة. جايين يا رب بكل تواضع، أنا وكل شعبي وكل الناس وكل من يشاهد هذه الحلقة من خلال شاشات أجهزتهم وتلفزيوناتهم الآن، أمامك بكل تواضع جايين وطالبين يا رب أنه أنت تنقي قلوبنا وتنقي دوافعنا وتجعلها كل سلوكياتنا ودوافعنا مبنية على محبة للآخرين. لأنه أنت يا رب لما تملأ قلبنا بمحبتك نقدر نفيض بهذه المحبة على الآخرين. يا سيد العظيم كم أنت عظيم يا رب إنك تسمع الصلوات وتستجيب. فأصلي من أجل كل نفس تشاهد الآن تتغير يا رب وتثمر، وكما وعدت يا رب تثمر 30 و60 و100 مرة. أحطهم كلهم باسم يسوع المسيح الناصري بكل تواضع. آمين. يا الله باسمك خلصني وبقوتك أنصفني، يا الله اسمع صلاتي واصغى إلى كلامي، لأن غرباء قاموا علي وعتاتم يسعون إلى قتلي، وما خلوا الله قدام عيونهم، هو ذا الرب معيني والسيد الرب عاضدي، يرد الشر على عدويني وبحق عدلك استأصلهم، طوعا أذبح لك وأحمد اسمك يا رب لأنه طيب، فإنه نجاني من كل ضيق وشفت بعيوني اللي صار العدويني. أعزائي المشاهدين، إخواني وأخواتي، مدينتنا اليوم مدينة غير كل المدن. مدينتنا اليوم مدينة الأمن والأمان، مدينة الزمان والمكان، مدينة الورد والرمان. مدينتنا اليوم مدينة يعرفها كل السعودي، كيف لا وهي العاصمة الصيفية لبلدي الحبيب المملكة العربية السعودية. مدينتنا اليوم هي مدينة الطائف. يقع الطائف على جبال الثروات على ارتفاع 1700 متر عن سطح البحر وحوالي 120 كيلومتر شرق مكة. وتشتهر الطائف بطبيعتها الخلابة وبأجواءها الممتازة وتاريخها العريق. الطائف حيث الخضرة والماء وكرم الضيافة. يا إله المحبة، يا رب أحط قدامك الطائف وأهلها أمانة يا رب، تتعامل معهم وتباركهم وتنور طريقهم وتجعلهم في فرح دائم، لأنه هذا الشعب الطيب هدول هم أهلي وأرحامي. احفظهم يا رب واحميهم وحاوط عليهم بملائكتك يا رب، وابعد عنهم كل شرير. اجعل ملائكة من السماء تطوف حول الطائف. أحط الطائف يا رب أمانة بين يديك بالمسيح يسوع. آمين.
أعزائي المشاهدين، والآن جاء وقت الترنيمة. نشوف إيش الشاعر كتب بروح الله. ما حد غيرك قالها وما حد يقدر يقولها، الدنيا وأثقالها أريحكم من حمولها. قلت لي تعالوا وكلنا نجيب أحماله، عندي يرتاح باله والسعادة ينولها. ما جيت لأجل نخدم، جيت للبشر خدام، أتألم وانظلم حتى يعيشوا بسلام، سلامي يفوق عقولها. ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها. ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها. قلت لينا تعالوا بحماله، قلت لينا تعالوا كل نجيب أحماله، عندي يرتاح باله والسعادة ينولها. ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وثقالها جيت لجل انخدم، جيت للبشر خدام، اتألم وانظلم حتى يعيشون بسلام. ما جيت لجل انخدم، جيت للبشر خدام، اتألم وانظلم حتى يعيشون بسلام، وسلامي فوق عقولنا. ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها. بار وصالح دعوتي للخطاة، أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة. مع إني بار وصالح دعوتي للخطاة، أنوب عنهم وصالح وكن لهم حياة، وحق وطريق يمشوا بها. ما حد غيرك قالها ولا حد يقدر يقولها، ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها، الدنيا وثقالها أريحكم نحمولها. قلت السماي أنا بصعد لكن أرسل لكم روحي عزي ويسند طول الطريق يعينكم. قلت السماي أنا بصعد لكن أرسل لكم روحي يعزي ويسند طول الطريق يعينكم، في طلوعها ونزولها. ما حد غيرك قالها، ما حد يقدر يقولها،
حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها الدنيا وثقالها ريحكم نحمولها ما حد غيرك تعالوا وكل يجي بحماله قلت لنا تعالوا كل يجي بحماله عندي ارتاح باله والسعادة ينولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها ما حد يقدر يقولها ما حد غيرك قالها وما حد يقدر يقولها الدنيا وثقالها ريحكم نحمولها أعزائي المشاهدين الشيء الثاني اللي ودنا نسويه دحين إنه نتشارك مع بعض بالصلاة بعد ما سمعنا هذا الترنيمة الرائعة شاركوني بهذا الصلاة الآن يا رب فعلا ما حد يقدر يقولها أنت الوحيد يا رب اللي قلته وخلصتنا بمحبتك العجيبة فأصلي يا رب من أجل كل نفس عم تشاهد هذه الحلقة يا رب إنه تخلص هي وأهل بيتها بالمسيح يسوع الناصري له كل المجد آمين أعزائي المشاهدين على المحبة نلتقي مرة أخرى تعتبر حقيقة صلب المسيح من القضايا الجدلية الكبيرة بين المسيحيين والمسلمين حيث يتفق الفريقين على واقعة الصلب ويختلفون في شخصية المصلوب إذ يقول المسيحيون بأن المصلوب هو شخص الرب يسوع المسيح فيما ينكر المسلمون ذلك ويقولون بأن المصلوب شخصاً آخر هو مسلم المسيح أو في بعض الروايات أحد التلاميذ المتبرعين بأخذ آلام المسيح عوضاً عنه وهذا ما كنت أظنه أنا أيضاً وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن هل صليب المسيح فعلاً؟ فإذا كان قد صليب فعلاً فلماذا شبه لهم؟ صليب أم لم يصلب؟ ولنستطيع أن نصل إلى إجابة صحيحة يجب علينا أن نصل إلى أصل الخبر ومصدره لنتأكد من صحته ونقيم معطياته ونقيس مصداقيته ومنطقه فما هي مصادر المسيحية وشهودهم على صلب المسيح لقد كان أحبتي تلاميذ المسيح أكثر الناس قربا منه يتنقلون معه ويقيمون معه يأكلون ويشربون معه عاشوا معه ملصقين له يتعلمون منه ويأخذون من حكمته ووصاياه هم من بلغ رسالته ونشر إنجيله فهل اعترف التلاميذ بصلب المسيح أم أنهم أنكروا صلبه فهذا يوحنا تلميذ المسيح كان شاهدا على صلب المسيح وبلغ عن ذلك في إنجيله وكذلك فعل متى ومرقس تحت إشراف بطرس ولوقا الذي كتب ما حدث بكل التفاصيل نقلا عن العذراء مريم أم المسيح وكتبت كلها في القرن الأول الميلادي أي قريبة من نفس المكان والزمان كما شهد على صلب المسيح الكثير من المحايدين من دون الطرفين وهم كثر ومنهم المؤرخ الروماني الملحد كرونيليوس سنة 55 بعد الميلاد وهو من أعظم مؤرخي روما القديمة حيث ذكر قصة صلب المسيح بالتفصيل وكذلك من المؤرخين اليهود جوزيفوس سنة 37 إلى 97 بعد الميلاد
والذي ذكر عن المسيح كل شيء وبالتفصيل حتى صلبه، وكذلك لوسيان الإغريقي ذاك المؤرخ الكبير الذي ذكر صلب المسيح وما تحملوه المسيحيون من أذى بسبب إيمانهم به. أما الإسلام والذي جاء بعد أكثر من 600 سنة من صلب المسيح وفي مكان بعيد جدا عن الواقعة وبدون شهود، فينكر صلب المسيح ويقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم كما نعت المسيحيين بالضل. ولكن إذا ظلوا النصارى باعتقادهم بأن المسيح قد صلب، فمن هو يا ترى المسؤول عن ضلالتهم؟ أولم يروه مصلوبا كما شبه لهم؟ وكيف يحاسب الله قوما هو من أضلهم؟ وحاشا أن يفعل الله ذلك، ولكنه إن أراد أن ينجي نبيه فسينجيه بيد قادرة قوية يرى الناس من خلالها صدق رسالة نبيه وحقيقة كلامه وانتصار الله له، فيصدقونه ويؤمنون برسالته تماما كما فعل الله مع إبراهيم ولوط وموسى ودانيال وداود وغيرهم الكثير من الأنبياء الذين نصرهم الله بكل قدرة ولم يخذلهم. فما الحكمة في أن يروا قتلة المسيح بأنهم نالوا منه وصلبوه حقا؟ أليس بالحري أن يريهم الله قوته ومجده في حماية نبيه؟ فلو كان نبيا لأنجاه الله وبلغ رسالته كما فعل مع أنبيائهم في السابق فيتم رسالته كسائر الأنبياء. ولكن أحبتي، لقد تركه يصلب لأنه لهذا أرسل، وبذلك أكمل وبه تمت البشارة وكان الخلاص. فلله المجد في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يكون معكم ويدوم فيكم إلى الأبد، ولله المجد الدائم. آمين. أحبائي المشاهدين، والآن وقت الاختبارات. هذا الاختبار، الرسالة دي وصلتنا، أنا في الواقع أعتبرها صلاة أكثر من أنه اختبار. خلنا نقرأ سوا. يا رب اجعل هذا العام ملؤه أنت في حياتنا وحياة أسرنا، لتكون يدك أينما كنا ولتكن عيوننا إليك في كل مكان نكون فيه. بارك عائلاتنا وعملنا، ولتكن معنا في دخولنا وخروجنا. اجمع العائلات المتفككة تحت ستر يدك. آمين. المس القلوب البعيدة عنك بمحبتك وزرع سلامك في وسطنا. أعطنا أن نعيش الكتاب المقدس في حياتنا، وخلصنا من كل محبة أرضية وأشياء نحن مأسورين لها. نعم، لا نريد غيرك يملك على حياتنا. ننتهر باسمك كل عمل شرير. يا يسوع نثق بك. سنة حلوة مع يسوع. آمين آمين. أنا أقول آمين على هذه الصلاة، وأشجعكم أنه تصلوا لنا، لأنه فعلا إحنا محتاجين لهذه الصلوات. والرب يبارك حياتكم. نعم وسلام. أعزائي المشاهدين، أنا شخصياً استمتعت جداً بهذه الحلقة، ومن الواضح أنكم تشاركوني الرأي. الشيء الثاني اللي حيصير بعد ما تخبر أصحابك عن هذا البرنامج أنهم حيفرحون مثلك. إلى أن نلتقي، أترككم بحفظ المسيح ورعايته. معكم خالد الشمري، إلى اللقاء.